ولادة البقرة هي لحظة مهمة جداً تتطلب عناية ورعاية خاصة عند المربي. في أغلب الأحيان تكون طبيعية، أما زادت نجم تكون صعيبة وتتطلب تدخل الطبيب البيطري. الولادة هي تتويج العملية طويلة من المتابعة والتسجيل وحسن تسيير كل المراحل قبل ووقت وبعد الولادة. للقيام بذلك من المهم الاحتفاظ بكراسة التسجيل متاعنا اللي نقيدوا فيها كل التواريخ اللي تخص التناسل متاع البقرات، وزادا نجمعوا البقرات العشار ونحطوهم مع بعضهم، وهكاكا تسهل علينا المراقبة والتدخل عند الحاجة. باش نبداو من مرحلة أنه الطبيب البيطري يجي يشوف البقرة بعد التلقيح ويأكد أنه البقرة عشرة. من التاريخ هذاك يعطينا هو البيطري حسب التقريب البقرة وقتاش باش تولد. كي توصل 250 يوم عشار نعديو البقرة إلى مرحلة التحضير ما قبل الولادة، يعني نبداو نحضروا لها الماكلة نتاعها اللي هي باش تاكلها من بعد كي تولد. انطلاقا من 270 يوم نبداو نتبعوا البقرة للي يظهروا عليها المراحل نتاع أنها باش تولد. وقتها نهزوا البقرة للمكان المخصص اللي باش تولد فيه ونتبعوا اللي سيني اللي يظهروا أنه البقرة باش تولد، اللي هما اتساع الحوض وأنها تدر الحليب. وقتها نعيطوا للبيطري. دونك البيطري كي يجي يثبت اسكو العجل في وضعية مناسبة للولادة ولا لا، ويثبت اسكو الأرحام محلولين باش البقرة تولد بصفة طبيعية. إذا كان الأمور الكل متوفرة تولد البقرة بصفة طبيعية، نعاونوها شوية في الجبدان وهو يسمى ولادة متيسرة. بعد الولادة أن نتفقدوا التنفس متاع العجل. إذا كان العجل يتنفس بصفة طبيعية نخليوها تحت أمه، إذا كان العجل ما تنفسش بصفة طبيعية نعلقوه في وضعية ساقيه الفوق وراسه اللوطة، نعاونوه نخدموا له لي ميسكل نتاعو باش رواليه يخدموا كونفينابلومون، ونتفقدوا فمه وخشمه فماش ريزيدو نتاع ليكيد امنيوتيك نخرجوه. ومن بعد نعملوا التعقيم نتاع السره نتاع العجل باش نبعدوا على الامراض، ومن بعد نحلبوا الباء من البقره ونشربوه للعجل ونعملوا ليدنتيفيكاسيون تاعو. بعد ما تولد البقرة نستناوها لمدة من 4 إلى 8 ساعات للي تسلى. إذا كان سلات بصفة طبيعية في اليوم الثالث يجي الطبيب البيطري يتفقد الأرحام وتبدأ في عملية الإنتاج بتاعها بصفة طبيعية. إذا كان ما سلاتش البقرة بصفة طبيعية يجي الفيترينير يعطيها الأدوية اللازمة باش تسلى. الحالات اللي تصير فيهم ولادة متعسرة هما أنه العجل يكون في وضعية مش صحيحة، يعني كما نقوله بلغة الفلاحة فارسي، وإلا البقرة تكون عندها المسار المعقودين. وقتها يصير التدخل بتاع الطبيب البيطري، يا إما يعاون البقرة باش تتحل العقدة اللي عندها وإلا كاريمون يعمل انترفونسيون بتاع سيزاريان.